قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015 أدى إلى صراع سياسي داخل إيران. وأوضح ظريف بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء تسنيم الإيرانية أن أطرافا في البلاد اختاروا الدخول في معركة سياسية بدلا من تمهيد الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها الاتفاق النووي، وهذه المعركة السياسية أدت إلى اليأس وخيبة الأمل. وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على بلاده وشركائها التجاريين، وتهدف واشنطن إلى إرغام طهران على إنهاء برنامجها الصاروخي وتغيير سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.